الفراعنه معروفين بهامون وحتى بالكامون. دائما مع الاسبوع اللي خصنا باش نتكلموا على العطريه، وهذه المناسبه باش نسلم على كل العطاره ديال المغرب وحتى الناس اللي كيوصلوا لهم العطريه نسلم عليهم تاهما. الموضوع ديالنا الكامون. الكامون للموضوع ديالنا اليوم، فهو كيقولوا عليه منتوج حولي. الحول هي السنه، لان الكامون كيعطي الغله ديالو مره واحده في العام، كيتغرس فصل الربيع وكيتجنى فصل الصيف. الكامون ما كيبغيش نهائيا البروده، مثلا الى طاحت الحراره على 12 درجه فالكامون كيخسر. نتكلموا دابا على النبته اللي كتعطينا الكامون. الطول ديالها يقدر يوصل حتى ل 50 سنتيمتر. غنتكلموا على الاوراق ديالها وغنتكلموا على الزهور ديالها. غير هو قبل ما نتكلموا عليها غنتكلموا على جوج كلمات. الكلمه الاولى اوراق خيطيه، يعني خيطيه، والكلمه الثانيه النبته خيميه. خيميه خيطيه، علاش؟ لان الاوراق ديال النبته الكامون فهي على شكل خيوطة، وهكذا تسمات أوراق خيطية. أما خيمية لأن الزهور ديال النبتة اللي كتعطينا الكامون فهي على شكل مظلة وشبوها بالخيمة، إذا النبتة خيمية. قبل ما نتكلموا على الإنتاج ديال الكامون، الموضوع ديالنا اليوم غادي نقولوا بأن الكامون راه فيه جوج ديال الأنواع. نسميه الأول البلدي اللي كيتنتج في المغرب، والثاني الرومي اللي كيستوردوا المغرب. من الكامون البلدي المغرب كينتج 200 طن ديال هذا النوع هذا، ولكن ما كيكفيناش، خاص ولا بدا المغرب باش يستورد من دول كثيره الكامون. من بين الدول اللي كتبيع لنا الكامون غادي نتكلموا على المنتج الاول في العالم اللي هو الهند، اللي كينتج تقريبا 200 الف طن ديال الكامون. المغرب كيستورد من الهند، كيستورد من اندونيسيا، وحتى من البرازيل، اذا من اسيا الامريكا. ولكن الكامون اللي كنعرفوه امتى بان وفين بان اول مره الكامون؟ غادي نتكلموا على الهند، ولكن بالضبط غادي نتكلموا على الفراعنه، لان هذه 5000 سنه بان عندهم الكامون واستعملوه بالنسبه للمومياء. نمشيو لاوروبا، في القرون الوسطى كان الكامون رمز الفرح، الناس كيعمروا الجيب ديالهم بالكامون وكيفرحوا، وهذا الشيء كله اللي قلناه راه غير باش تستهلك وبلا ما تهلك.